ياخد الفلوس يحطها في الحساب الموقوف، الحساب مقفول يا ابني. كهرباء هيدفع هيدفع تاني، هيدفع هيدفع تاني، هيدفع هيدفع. ودول 50 مليون متحوشين، يبقوا 55، يبقوا 60. بس عايز افوق كهرباء. اولا وكيله كان بيكلمني امبارح، كان بيكلمني امبارح بيقول لي الواد ندمان انه ساب الزمالك ومدي فرصه اخيره لمحمود الخطيب. الواد عنده 8 من حرف كده 28 سنه ومش هيبطل في السن ده يا محمود الخطيب. ده كلام مين؟ وكيله. ولو ما دفعتش الفلوس هيتكلم، ولو اتكلم هتحصل كوارث. فانا مستنيه يتكلم، مستنيك يا كهربا تقول مين حرضك تهرب من نادي محترم عظيم عشان يحصل لك ده. وكله بيقول لك ايه؟ احنا هنساعدك من بعيد، مش انتوا مشيتوه؟ لا ده انا اطلع واقول تعالى كهربا ولا يهمك، انا اللي وردتك وانا اللي هطلعك من الورطه دي. ادي 50 مليون جنيه. كان بيقول بقى ايه الاخ شباب اصل هو مستني بقيه الصفقات ما تخلص عشان المرتضى ما يشتريش بال 50 مليون صفقات. الصفقات كلها خلصت يا شباب، كلها كلها وكل سنه طيبين. ان شاء الله امير هيعلن صفقات بكره، بطمنكم. احنا جبنا صبحي، عقده سليم 100 100. المفروض اللي كان معايا الجواب بتاعهم هنا نحطه هنا. المفروض الاخوه في فاركو كانوا حطوا الفلوس في الحساب قبل يوم واحد، قبل يوم 31/8 اهو الجواب اهو. لكن هو معاك الجواب قال لي ايه؟ مع استعداد نادي فاركو لسداد المبلغ. انت بتهزر؟ استعداد لسداد المبلغ ده كان صبحي مضى وخلص. ايه ده؟ اهو جواب اهو. مع استعداد نادي فاركو لسداد مبلغ لسه على ما تصحى من النوم وتعمل كده وتعمل كده. كنا اتعاقدنا مع اللاعب، دي غلطتك. هنزود، هتوقف النشاط الرياضي في مصر، لاننا هنروح مين اللي واقف معاك؟ واد اسمه حسين السمري. بيشتغل ايه؟ كان شغال في لجنه، لجنه مين؟ امال في مجلس الاداره؟ مجلس الاداره كان محلول، محلول ليه؟ لا تدخل حكومي. يا نهار ابيض، خلاص اوقف النشاط. عايز اوقف نشاط بلدك اللي انا رفضت اعمله من الاول؟ اعمله انت، مش هعمله انا. انت عايز تعمله اعمله. فمبروك على الزمالك صبحي.